صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير، يا صباح النور، يا صباح الإشراق على الإمارات أغلى وطن، ويا صباح الخير عليكم أعزائنا المستمعين في يوم الاثنين ثاني يوم الأسبوع. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. طبعا برنامج صحة وسعادة غني عن التعريف، والبرنامج اللي يقدم لكم آخر الأخبار الصحية تتواصلون من خلاله مع هيئة الصحة بدبي. طرشوا ملاحظات، آراءكم، شكاويكم، اقتراحاتكم، أي شيء حابين توصلون هيئة الصحة بدبي. برنامج صحة وسعادة يعتبر إحدى القنوات التواصل. طبعا صوتي غاب عنكم فترة طويلة، أنا الدكتورة ندى الملة قدم برنامج اليوم مع زميلتي آمنة العلي. صباحك ورد يا آمنة. أهلا فيك دكتورة، صباح النور. يا صباح الخير، رجعنا لكم برنامج صحة وسعادة من قدم إن شاء الله مع آمنة. إن شاء الله يكون هاي بداية خير، يعني نضيف شيء إن شاء الله للبرنامج. آمنة ما شاء الله عليها كانت يعني رائعة في البرنامج فترة طافت، وحين إن شاء الله رح يكون تعاون عشان أقدم معاها البرنامج يوم في الأسبوع إن شاء الله. فلا تبخلوا علي بتواصلكم، اتصلوا فينا، طرشونا المسجات، رسائل، خلينا نسمع. خصوصا تذكرون شو كنا نقول قبل دائما، أهم شيء الاقتراحات. عندك اقتراح يحسن خدمة لا تبخل فيه، عندك ملاحظة تحسن خدمة لا تبخل فيه علينا، عشان دائما الاقتراحات والملاحظات هي اللي تساعد في تحسين أي خدمة في أي مكان. فنبتدي أول شيء طبعا برنامجنا اليوم رح يشمل أول شيء طبعا آخر الأخبار الصحية والعلمية لتهم كافة أفراد المجتمع. بيكون عندنا مناقشات، حوارات، وآخر الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي. بيكون عندنا فقرة مميزة عن الأغذية اللي تعزز مناعتنا، وهذا سؤال واجد تكرر خصوصا عند الأطفال. دائما الأمهات يسألون شو الأغذية اللي تعزز مناعتي أنا، شو لازم أضيف في أكل عيالي. فاليوم إن شاء الله فقرة التغذية عن تعزيز المناعة، وبعدين بيكون عندنا فقرة مهمة مفصلة عن تطبيق براعم اللي تخصصها هيئة الصحة بدبي لتعزيز سبل العناية بالأطفال. فتابعوا البرنامج، وواجه فقرات مهمة وواجه فقرات تهمكم. طبعا في بداية الحلقة نبتدي أول شيء بالخبر. الخبر يقول: لماذا يحس الإنسان بالبرد مع التقدم بالعمر؟ نلاحظ دائما نحفظهم كبار المواطنين دائما تحسون بردانين، يعني حتى يقعدون من غير مكيف تحس ان امورهم تمام، دائما يقول لك الجو زين، واحنا نكون فطسانين من الحر، يقول حر يقول لا الجو زين. فليش الانسان مع البرد مع التقدم في العمر يحس انه شويه بردان اكثر؟ يقولكم اكتشف علماء امريكيون ان مع التقدم بالعمر يتناقص عدد خلايا المناعه المسؤوله عن استعاده حراره الجسم عند انخفاض درجات الحراره. هاي مجلة اسمها سيل ميتابوليزم تقول ان المثير في الامر ان هالخلايا نفسها اللي هي خلايا المناعه المسؤوله عن استعاده حراره الجسم اللي تساعد في الحفاظ على وظائف التمثيل الغذائي الطبيعي، في كبار السن هم اكثر عرضه لالتهابات المشاكل في عمليه التمثيل الغذائي. يعني نفس هالخلايا المسؤوله عن التمثيل الغذائي اللي هو هضم يعني حرق الاكل او المواد الغذائيه، هي نفسها مسؤوله عن استعاده حراره الجسم لما حراره الجسم تنخفض. كما هو معلوم يمتلك الإنسان وباقي الثدييات حماية فطرية من درجات الحرارة المنخفضة. شو يعني؟ يعني عندنا آلية تنظيم حرارة في جسمنا مبنية على توليد الطاقة الحرارية من الدهون المخزونة في الجسم. يعني منحس بالبرد الجسم يبدأ يحرق الدهون فنحس بالدفء. لكن مع التقدم بالعمر نلاحظ أن الناس تشعر بالبرد أكثر. اكتشف علماء جامعتي ييل وكاليفورنيا في سان دييغو أن خلايا المناعة المخزونة في الدهون هي السبب في ذلك، وقالوا ان توصل انهم توصلوا هالاستنتاج عندما ارادوا معرفه سبب احتواء الانسجه الدهنيه على خلايا المناعه التي يتركز وجودها عاده في مناطق الجسم الاكثر عرضه لمسببات الالتهاب مثل البلعوم الانفي والرئتين والجلد. وتوضح لهم بعد دراسه مفصله ان الدهون تحتوي فقط على نوع معين من الخلايا اللمفاويه اللي تستعيد حراره الجسم في ظروف درجه الحراره المنخفضه. البروفيسور فيشوا ديكسيت رئيس البحث فريق البحث يقول: لا تلعب الخلايا المناعية دور الحماية من مسببات المرض فقط، بل في الحفاظ على وظائف التمثيل الغذائي، ولكن مع التقدم بالعمر تتغير منظومة المناعة، لذلك علينا أن نكون حذرين عند التلاعب بها لاستعادة صحة كبار السن، لأن ما هو جيد في عمر الشباب يمكن أن يصبح ضارا مع التقدم بالعمر. يعني باختصار الدراسة شو تقول؟ تقول أن الإنسان لما يكبر في العمر تدريجياً الخلايا المسؤولة عن تنظيم حرارة الجسم يختل شوي
نسبتها وتناسبها في الجسم. فعشان شيء نلاحظ كبار المواطنين مثل ما قلنا دائما يحسهم بردانين. فطالما انتم ما تحسون بالبرد يعني بعدكم شباب، ما تحسون بالبرد يعني ها دق شوي ناقوس الخطر. لكن مثل ما تقول الدراسه يا امنه، مو مفضل يعني مو مطلوب نتدخل على طول في موضوع ان الانسان لما يحس بالبرد لازم نتدخل نعطيه علاجات معينه. هذا عباره عن تطور طبيعي، لانه ممكن تدخلنا ممكن ياثر على وظائف خلايا مناعيه اخرى موجوده في الجسم. فهذه دراستنا لليوم. من الدراسه وين راح نروح؟ راح نروح للسوشيال ميديا. اسمها معنا دكتورة. يا صباح الورد، صباحكم الله بالنور، صبحت الله بالخير والنور والسرور. يا أسماء، طبعا أسماء مسؤولة السوشيال ميديا، خبريني يا أسماء شو جديد السوشيال ميديا، شو متداول من من أخبار أحداث قصص، أعطينا السكوب. من أبرز الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي نحن الإعلان اللي حطيناه الباحة، والإعلان يقول مؤتمر دبي للتربية تم فتح باب التسجيل في المؤتمر، وهذا المؤتمر من المؤتمرات اللي دائما نحصل عليه ما شاء الله الناس تبدا تسال عنه من شهر 6. فحطينا الباحث الاعلان ان تم فتح باب التسجيل في المؤتمر متبادل دولي للتغذيه والذي سيقام من تاريخ 4 ل 6 نوفمبر 2021. المؤتمر ينظم بطريقتين، هو يعتبر من المؤتمرات الهجينه اللي عنده نظام الحضور وايضا نظام المشاركه الافتراضي. كل هذا يقدرون يسوونه من خلال التسجيل في الموقع الرسمي للمؤتمر اللي هو dinc.ae. ممكن يسجلون فيه، وفي وايد من الاختصاصيين والخبراء في التغذية، في المناعة، في تغذية رياضية، في العلاج بالتغذية. فيعني دائما المؤتمر هذا المؤتمرات اللي دائما نشوف عليها حضور كبير. ايضا ضمن الاشياء اللي نحب ناكد عليها مثل ما قلت في بدايه الحلقه دكتوره، ان احنا دائما نشجع الاقتراحات اللي توصل من قنوات التواصل الاجتماعي. دائما نقول لا تبخلون علينا باقتراحاتكم، لان ملاحظاتكم واقتراحاتكم هي احد الاسباب اللي نحن او طريقه من الطرق اللي نحن نطور فيها خدماتنا. فملاحظاتكم جدا مهمه، نحن موجودين في كل القنوات، ممكن من قنوات نظام الاقتراحات الموحد لحكومه دبي، ممكن من خلال البريد الالكتروني وصل صوتك، ممكن من خلال قنوات التواصل الاجتماعي تويتر انستغرام وفيسبوك، ممكن يكتبوا لنا على الخاص في اي وقت يطرشونا اللي يبونه. ايضا من ضمن الاشياء اللي نحن بعد موجودين فيها عندنا ايضا برنامج الاذاعي صحه وسعادة، فنحن دائما موجودين معاهم. بس اللي عنده راي ومقترح او ملاحظه يقدر يوصلها لنا، ونحن ان شاء الله دائما بنوصلها للمعنيين لتطوير الخدمه. تقريبا هالاشياء اللي حابين ناكد عليها في فقره قنوات التواصل الاجتماعي، وان شاء الله برد نتواصل معكم مره ثانيه، ونتمنى لكم الصحه والسعاده. شكرا لك يا أسماء، ونتمنى لك نهار سعيد إن شاء الله. شكرا على الأخبار الحلوة. طبعا مثل ما قالت أسماء، دائما نشجع الناس، آمنة نشجع دائما الناس أن تعطي اقتراحات. في بعض الناس عنده فكرة مغلوطة أن أنا لازم أقدم اقتراح ضخم يعني يغير تدريجيا في أي خدمة عشان أنا أقدم الاقتراح، مع أن إحنا من خبرتنا بما إحنا نشتغل في العيادات أن دائما الاقتراحات الصغيرة اللي تغير قد تغير خطوة أو خطوتين ترى في رحلة المتعامل، وايد لها تأثير على رحلة المتعامل بشكل كلي. فلا يقول واحد يقول لا أنا أحس اقتراحي جدا بسيط، يعني ممكن يعني يقلل كم 10 دقائق من رحلة المتعامل أو يحسن الخدمة بشيء بسيط، لكن اقتراح منك واقتراح منها، نجمع الاقتراحات نسوي عليهم عصف ذهني، تطلع أفكار إن نحسن خدمات بشكل جدا جدا كبير. ترى ما أدري آمنة تتفقين معي أو لا، إن معظم التحسينات اللي تسويها عبارة معظمها عبارة عن اقتراحات، سواء اقتراحات متعاملين أو اقتراحات موظفين، صحيح؟ نعم طبعا دكتورة، سواء كانت اقتراحات أو شكاوي، أنا دائما أقول إذا أنا ما عيبتني الخدمة، يمكن إذا أنا اشتكيت أحيانا أقدم مثلا شكوى، أقول لهم أنا بقدم هذه الشكوى لأن أنا أدري إذا يعني شكوتي هاي استجابت بحسن رحلة متعامل آخر بيحضر للمستشفى. فلا تبخلوا مثل ما قالت الدكتورة باقتراحاتكم أو شكاويكم، فكلها تحسن من الخدمات المقدمة في المستشفيات. صحيح صحيح. إحنا نطلع إن شاء الله حين فاصل، وبعد الفاصل نواصل فقرات صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة.
طبعا برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. وطبعا أعزائي المستمعين مستمرين بفقرات برنامجنا لليوم. وطبعا دكتورة فقرة اليوم اللي الحين بنتكلم عنها فقرة جدا مهمة. إذا الشخص فينا مرض وراح عند الدكتور بيقول له سوي فحوصات معينة، اتبه لنفسك وما أدري شو، آخر شيء بيوصل الموضوع عند والله جهاز المناعة عندك ضعيف ولازم تقوي جهاز المناعة. فإحنا اليوم حابين نعرف المستمعين شو هي الطرق لتعزيز وتقوية جهاز المناعة خاصة في ظل الظروف الراهنة وفي ظل طبعا جائحة كوفيد-19. إحنا دائما نحتاج لمثل هذه النصائح وحبينا أيضا نفيد المستمعين. وطبعا في هذا الخصوص بنستضيف معنا اليوم الأستاذة سهى نوفل أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة سهى. صباح النور والسرور، الله يعطيك العافية. الله يعافيك أستاذة سهى. طبعا مثل ما تكلمنا مع دكتورة ندى اليوم حابين نعرف منك عن نبذة عن جهاز المناعة وشو أهميته في الجسم. طبعا هو جهاز المناعة زي ما احنا عارفين هو خط الدفاع الأول في الجسم. أي حدا بيحكي لك جهاز مناعي يعني هو خط الدفاع الأول، لكن هذا الجهاز عبارة عن إيش؟ هو سبحان الله ربنا حطه في جسمنا عبارة عن نظام كامل، نظام بتدخل فيه العديد من الخلايا، العديد من الأجهزة الأخرى لحتى تعطيني هاي الوقاية وهاي الحماية لجسمي. بتدخل فيه العديد من العمليات الحيوية، سواء خلايا وخلايا لمفاوية، بتدخل فيه النخاع الشوكي، كريات الدم البيضاء، أول خط حماية ودفاع في جسمي هو عندي طبقة الجلد اللي موجودة. فهو عبارة عن مجموعة من العمليات الحيوية. هذه العمليات مجرد ما يدخل أي جسم غريب على جسمي كلياتها بتتكاثف مع بعض وبتشتغل كأنها شبكة كاملة متكاملة ومنسقة لها عمل موحد، بتعمل مع بعض على طرد هذا الجسم ومحاربته لحتى يخرج من جسمي ويظل جسمي سليم ومعافى قدر المستطاع. عندها القدرة سبحان الله على تمييز هذا الجسم اللي داخل، هل هو جسم صحي، هل هو خلايا سليمة، هل هي خلايا غريبة. مع بعض تتكاثف هاي الأجهزة وبتقوم بإبادة هذا الجسم إذا كان غريب، إذا كان فيروس، إذا كان بكتيريا وداخل على جسمي كجسم دخيل. نعم طبعا أستاذة سهى، دائما الناس الحين تتجه لاتجاه أن تبي تعرف شو الأغذية اللي ممكن أن هي أو الأغذية المفيدة مثل ما نقول أغذية الضارة. فهالمجال أيضا نبي نعرف هل هناك يعني مثلا نقول أغذية تضعف جهاز المناعة أو هناك أغذية تقوي جهاز المناعة؟ بالتأكيد طبعا التغذية يعني والغذاء اللي عم نتناوله هو تقريبا عم بدخل في كل شيء بخص جسمنا، لأنه هو الإشي اللي عم بيدخل للداخل. الغذاء بيدخل عن طريق الفم، بتحكم في كل إشي عم بيصير في جوا في جسمنا. فإذا حكينا عن جهاز المناعة، نعم في أغذية طبعا بتعزز وبتبني بتساعد في تقوية الجهاز المناعي اللي أنا موجود عندي. مثلا من أهم هاي الأغذية خلينا نحكي الحمضيات، لأنها بتحتوي عندي على مجموعة من الفيتامينات ومن ضمنها فيتامين سي. هاي بتسرع مثلا من استجابة الجسم انه خلي الجهاز المناعي يشتغل مباشرة ضد اي التهابات، ضد اي فيروسات ممكن تيجي عندي. البروتين عالي الجودة بنسميه، اللي هو بيحتوي على الاحماض الامينية الاساسية. هذا برضو موجود اللي في المصادر، البيض، اللحوم، الجوز، اللوز، في بعض الاحماض الامينية كمان ضرورية جدا. هاي كلياتها بتعمل على تقوية جهازي المناعي. الخضار والفواكه لو حكينا عنها بشكل عام، فيها مضادات أكسدة عالية، خاصة اللي لونها أحمر غامق، لونها يميل إلى السواد. هاي البرتقالي الغامق، هاي كلياتها فيها مضادات أكسدة. مضادات الأكسدة بتقوي جهاز المناعي، بتساعد على محاربة الشوارد الحرة اللي بتكون في جسمنا. فبالتالي أنا ببني جهاز مناعي قوي. إذا حكينا عن التغذية برضو، عندي فيتامين إي اللي موجود في المكسرات، هاي في بيساعد برضو على رفع مضادات الأكسدة في الجسم اللي بتتدخل في عمل الأنزيمات، مادة السيلينيوم، مادة حتى البروبيوتيك اللي هي البكتيريا النافعة. البكتيريا النافعة موجودة عندي في الأمعاء، يعني تعتبر هي أكبر خط دفاعي في منطقة الأمعاء والجهاز الهضمي. كل ما كانت البكتيريا هاي موجودة بشكل متناسب مع جسمي، بتحمي الأمعاء من أي التهاب، أي فيروس، أي مرض ممكن إنه يوصل إلها. هلأ في المقابل
في عندي أطعمة بتضعف عندي من جهاز المناعة. كيف هي بتضعفه؟ لأنها بتأثر على عمليات أخرى في الجسم مثل السكر الأبيض أو الحلويات الزايدة. هذه بالتالي بتخفف تقريبا 50% من مناعة الجسم، لأنها بتزيد من إفراز الأنسولين. لما يزيد عندي إفراز الأنسولين بتزيد عندي العرضة للالتهابات، بتزيد الجذور الحرة في الجسم، إذا أنا أضعف الجهاز المناعي. نفس المبدأ بالنسبة للأغذية اللي فيها دهون مشبعة عالية، الدهون المشبعة، المشروبات الغازية، هذه كلياتها، المواد الملونة، الصبغات، المواد المضافة غير المعتمدة عالميا، كل هذه الأغذية بتساعد على تثبيط أو ضعاف جهاز المناعة في جسم الإنسان. نعم، يعني أستاذة سهى نقدر نقول إذا الشخص يتناول هاي الأشياء اللي أنت تقولين أنها ضارة، بس يمكن نحن نتناولها بشكل يعني بسيط، فهل لها أيضا يعني دور إحنا نقول ابتعدوا نهائيا ولا قللوا من هالأشياء؟ في أشياء إحنا بنفضل إنها نجنبها نهائيا، خاصة على أطفالنا. إحنا هلأ الأشياء اللي نهائيا نبتعد عنها قدر المستطاع. السكر الأبيض نتجنبه نهائيا، السكر الأبيض قدر المستطاع نتجنبه نهائيا. يعني خلينا على الأشياء اللي فيها حلاوة طبيعية، اللي بتاخذيها العسل الطبيعي اللي أنت متأكدة إنه هذا العسل طبيعي، هذا ممكن تأخذيه. الفواكه طبيعتها فيها السكر اللي فيها بكفيني، أما أنا السكر الأبيض يا جماعة مدخل للعديد من الأمراض، فقدر المستطاع إحنا نتجنب السكر الأبيض. الصبغات، الأكل اللي فيه صبغات نبعد عنه، نحاول خلص نعود أولادنا من هم صغار. إذا تعودوا أنت بتنشئ جيل قوي، مناعته قوية، صحته قوية، بعيد عن الأمراض قدر المستطاع. فإحنا خلينا نتجنب الأشياء اللي ممكن تأثر عندي. هي ما حتأثر بس على جهاز المناعي، هي حتأثر على هرمون الأنسولين، حتأثر على هرمونات الغدة الدرقية، فهي بتخربط لي جسمي بشكل عام. زي دكتورة سهى، وايد من الأمهات دايماً عندهم هوس إنه شو أعطي ولدي عشان أقوي مناعته. لما تسألين تلاقين ولد يأكل كل شيء، يعني في طبعاً اللي يسمون بيكي إيترز أو الطفل الصعب الأكل، يعني تلاقين ما يأكل لحم، ما يأكل دياي، ما يأكل. لكن بالنسبة للأطفال اللي أكلهم زين، يعني يأكل مثلاً دياي، يأكل لحم، يأكل من أكل البيت بشكل عام قدر الإمكان. طبعاً نجس هو المكتسح، يعني الدياي بالنسبة لعيالنا يساوي النجس، يعني هو هذا تفسير الدياي. دياي العادي بالنسبة لهم هذا مو حلو، بس لازم يكون شكل نجس. بس الطفل اللي أكله بشكل عام زين، شو نقول الأمهات أنت كأخصائية تغذية إن عندهم هوس إن دكتور أعطيه مكملات، دكتورة لا حولي على التغذية، خلي يكتبون شو مثلا شو أزيد في أكله، شو أحط له. فشو رسالتنا للأمهات اللي عندهم هوس إن تقوية مناعته يعني رغم إن الطفل أكله بشكل عام يكون زين؟ هلا إذا أنت عارفة إنه أكل فعلا ابنك صحي، ما هي ممكن أم تقولك أكل ابني زين، لكن لما تيجي تطلعي على المحتوى تاع وجبة الطفل ما تكون فيها كل المجموعات الغذائية، أو يركز مثلا على النشويات أكثر، أنا ما عندي مانع بدك تعطينا قد تعطينا قد، بس حاولي تحضريه في البيت. ترى الطرق جدا سهلة هلا، واليوتيوب بيعلم الناس كلياتها. حاولي تحضريها أنت في البيت وفرزيها وتصيري طولي الأول بأول، لو ما بتقدر بشكل مستمر تحضريها. هل الأم هاي فعلا متأكدة إنه الوجبة هاي فيها كل المجموعات الغذائية؟ دائما خلي المجموعات الغذائية تكون موجودة في طفلك، دائما حافزي طفلك على أكل الخضار والفواكه، الخضار والفواكه، شرب المي، شرب المي منأكد عليه. هلأ أولادنا راحوا على المدارس، حاولي لما بيرجع من المدرسة، لما يرجع من المدرسة حضري له عصير طبيعي يكون فيه الفواكه زي اللي حكيناها من 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 قبل شوي، حطي فيها الفواكه واللي فيها اللون الغامق، حطي حبة شمندر، حطي برتقال، حطي حبة جزر، حطي هاي، اعمليها كلها الخلطة مع بعض. بس مجرد ما يكون الطفل في البيت عندك، إذا أنت كثير خايفة، وأعطيه إياها أول ما بيوصل كاسة صغيرة، أعطيك كل الأولاد، هاي فيها المضادات أكسدة عالية، أنت هيك بتضمن أنك قويتي مناعة طفلك. أعطيه دخلي الثوم في أكلك، دخلي ثوم في أكلك، أنت هيك ضمنتي كمان مضاد أكسدة عالي. الزبادي، أعطيه زبادي فيها فيها البكتيريا النافعة مفيدة جدا، وتأكدي إنه ابنك عم بيشرب مي بالشكل الصحيح. أما إذا بدك تحكي لي مكملات غذائية، لا، اتجنب المكملات الغذائية سواء كان طفل صغير، مراهق أو كبير. المكملات الغذائية يا جماعة ما بتنصرف على الروحة وعلى الجية. المكملات الغذائية معناها أنا بزيد من بعض الفيتامينات في جسمي، بزيد من بعض المعادن اللي ممكن بعدين تنعكس بشكل سلبي علي أو على طفلي. المكمل الغذائي بنعطى باستشارة الطبيب بعد عمل تحاليل اللازمة، لأنه حتى فيتامين دال مثلا، الفيتامين دال كويس للمناعة، كويس للعظام، كويس للأسنان، لكن إذا زادت نسبته عن الحد المطلوب في جسمي بالعكس ممكن يعطيني أثار سلبية. وقيسي باقي الفيتامينات اللي هي بدنا إياها للمناعة، لكن في المقابل إذا زادت ممكن تأثر علي.
نعم أستاذة سهى، إذا الحين بنقول نحن لضيق الوقت بنقول كيف نتعرف أن جهاز المناعة عندنا الحين قوي أو ضعيف؟ كيف أعرف أن طفلي جهاز المناعة عنده اليوم يعني أيوة. هالفترة جهاز المناعة عنده قوي أو أقدر أقول أنه جهاز المناعة عنده ضعيف؟ طيب أهم شيء هل أنت طفلك هذا راقبي، هل ابنك هذا معرض للإصابة مثلا في الزكام وأعراض المرض بشكل مستمر؟ شوفي كم مرة عم بيمرض خلال مثلا شهر، خلال 3 شهور، قيمي بنصاب بالزكام بشكل كبير، هل عنده مثلا لو انجرح صعوبة في التئام هذا الجروح، التهابات في الفم خاصة اللي بتصيب بعض الأطفال بشكل مستمر هذه عم بتصير، هل دائما مجرد ما يعمل أي مجهود بيتعب بسرعة، هذه على طول هذه علامات إذا ما كان في عنده عرض مرضي طبي معناها هون بنحكي إنه عنده ضعف في جهاز المناعة، عشان هيك بسرعة جسمه بيكتسب فيروس أو بكتيريا بتأثر فيما بعد على هذا الشيء. نعم يعني أستاذة سهى نقدر نقول إذا لاحظنا على الأطفال تكرار التعب أو آلام مثلا في الأذن أو آلام زكام متكرر مثل ما قلتي راقبهم لمدة شهر، إذا شفنا أن على أطفالنا هاي الأعراض ممكن نقول أن الطفل جهاز المناعة عنده ضعيف ويحتاج لتقوية جهاز المناعة. بس طبعا دكتورة ندى يمكن تشاركيني الحديث طبعا بعد الفحوصات اللازمة ما يصير بعد استشارة الطبيب طبعا بالضبط بالتأكيد، فنقدر هالطريقة نعرف إذا نحن أو أطفالنا جهاز المناعة عندنا ضعيف. نفس الأشياء تندرج على الكبار والصغار صحيح؟ بالتأكيد. الحين أنا مستانسة عندي دكتورة وعندي أخصائية تغذية فشوفوني أسأل كل الأسئلة اللي أباها. فطبعا أستاذة سهى شكرا على معلوماتك القيمة، شكرا على هذا الموضوع الجميل، وإن شاء الله بنستكمل الحديث في الحلقات القادمة. شكرا لك. إن شاء الله. شكرا لكم جميعا. شكرا أستاذة سهى. وطبعا دكتورة ندى الحديث عن جهاز المناعة بيستمر بعد الحادث، لأن عند بعد الحادث بسم الله أي حادث بعد الفاصل بعد الفاصل، بس انتظرونا أعزائي المستمعين بنرجع لكم مع دكتورة ندى ومعاي برنامج صحة وسعادة بعد الفاصل. صحة وسعادة. ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. نذكركم أرقام التواصل على 600-551-414 ورسائل نصية على 4006. هي بعدني حافظ الأرقام يعني صح، أنا غبت فترة بس بعدني حافظ الأرقام أرقام البرنامج، لأن دائما تواصل يعني دائما تواصل مع برامج نور دبي بشكل عام، فحافظ الأرقام عشان وقت ما أبغى أتواصل يكون عندي الرقم. فمثل ما قلنا في بداية الحلقة، هالحلقة بشكل عام هذه يعني ثيم الأطفال أو صحة عيالنا يعني تطغى عليها. فمثل ما أخصائية التغذية كانت تقول عن موضوع تقوية مناعة الأطفال وهالكلام، ورد نأكد ونشدد على كلام أخصائية التغذية سهى إن لازم الأم ما تفزع وتهرع إلى إعطاء عيالها مكملات غذائية من غير استشارة الطبيب، من غير ترى أحيانا بعد آمنة في موضوع جدا مهم إنه مو دائما إحنا الأطباء نطلب تحاليل، ترى ممكن الطفل يجي ما يطلب له ولا تحليل، لكن من التاريخ المرضي ماله أخذ معلومات أفحصه شوي، ممكن ما أطلب له غير يمكن تحليل أو تحليلين، في أمهات تزعل تقول ليش ما لا الدكتورة ما طلبت وايد، ما طلبت له 6-7 تحاليل، طلبت له 1 أو 2. وها بنتكلم عنه إن شاء الله مفصلا بعد ما نخلص هذه الفقرة عشان ما نطول على ضيفتنا. طبعا بما في بعدنا في موضوع الأطفال وصحتهم، طبعا الاهتمام بالطفل وصحته أولوية متقدمة في سياسات وخطط هيئة الصحة بدبي، لأن لو أنشأنا طفل صحي معناه ننشأ بالغ صحي، معناه يكون مجتمعنا أكثر صحة وأكثر سعادة. طبعا هذا من أجل تعزيز سبل الرعاية الصحية اللي توفرها هيئة الصحة بدبي. قدمت هيئة الصحة تطبيق براعم، تطبيق مو جديد من زمن، تطبيق رائع للأمهات، لازم كل واحدة على تليفونها يكون تطبيق براعم. هو موجود ضمن تطبيق هيئة الصحة، لو دخلتوا على الأب ستور أو جوجل بلاي دي اتش اي تطبيق تلاقوه موجود براعم من ضمنه. وهذا التطبيق فيه عدد من المميزات والخدمات راح نتعرف عليها مع الدكتورة أمت الملك ضيف الله اختصاصية طب الأمومة والطفولة في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة أمت. صباح الورد والنور والسرور. اهلا فيك. شو اخبارك؟ شو مسوي؟ طبعا دكتوره امت تشوف في العياده والحين معي على دكتوره ما تبين تاخرين عليها، كانها ضيفه عندنا عشان اليوم. ما اقولها لن اخر دكتوره امت منك، لازم على طول ان ناخذها على الهواء ما نحيرها. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. اهلا بالمستمعين.
حياك الله يا دكتور أمت. إنزين، أول شيء قبل ما نتكلم عن تطبيق براعم نفسا، شوي لمحة عن شو الأنظمة اللي توفرها الرعاية الصحية، توفرها هيئة الصحة بدبي لرعاية صحة الأطفال بشكل عام. تمام، عندنا في هيئة الصحة في دبي عندنا اللي هو هيئة الصحة، هيئة الرعاية الصحية للأطفال أو صحة الطفل، تتبنى الطفل من الولادة وإلين عمره 6 سنوات. طبعا في الولادة يتم الكشف عنه من حيث مثلا الفحص البيلروبين أو صفار الكبد، وفي الأعمار الثانية اللي هي نتولى اللي هو فحص الطفل عشان نشوف إذا في عنده أي مشاكل صحية، بحيث أن نوجهه للمركز أو الجهة المناسبة، بالإضافة إلى التطعيم المجاني لكل الأطفال اللي يتوفرون عنه. ممتاز. حين نتكلم عن موضوع براعم، هذا التطبيق اللي موجود ضمن تطبيق هيئة الصحة بدبي، نبغى نعرف الأمهات شو هالتطبيق، ليش أنا كأم أحتاجه، شو الخدمات الموجودة فيه، عشان تعرفين نشجع الأمهات اللي الحين ما نزلت ما استخدمت هذه الخدمة اللي تستخدمها، فخبرينا عن تطبيق براعم. طبعا براعم هو نظام استبياني نفس ما قلنا، هي مبادرة من صحة الطفل في الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة في دبي. هي تقدم لكل الأطفال من عمر 9 شهور إلى 6 سنوات. هو بنظام استبياني مختصر في 20 سؤال موجود، هو يكون في الابليكيشن أو التطبيق لهيئة الصحة في دبي، نستخدمه علشان الكشف المبكر قدر الإمكان عن التطور الغير نمطي في مجالات التطورات الخمسة في حركة الطفل أو الإدراك للطفل. هو ليس أداة تشخيصية، إنما أداة اللي هو برنامج استبياني. نفس ما قلت هو 20 سؤال، تلسة تطور الطفل في مجالات التطور الخمسة اللي هي اللغة والتواصل، تطور الحركي، مهارات الحركية الدقيقة، مهارات الاجتماعية والعاطفية، مهارات حل المشاكل والاعتماد على النفس. نفس ما قلنا تستخدم الأطفال من بين 9 شهور وحتى 6 سنوات. هناك 9 استبيانات مختلفة على أساس أن كل مرحلة عمرية لها نمط تطوري مختلف عن المرحلة العمرية الثانية. فكل اللي يكون موجودين عندنا من الأطفال سواء كانوا من هيئة الصحة أو من خارج هيئة الصحة لهم الحق باستخدام الاستبيان، ويعرفون في أي مرحلة الطفل يكون موجود، وإذا لا سمح الله كان في أي شيء يحتاج تدخل البكر. نعم دكتورة أمت المالك، طبعا إحنا إذا بنتكلم عن تطبيق براعم، أنا كأم إذا بستخدم تطبيق براعم، هل أنا أقدر أستخدم هذا التطبيق أسوي هالاستبيان على الأعمار المختلفة؟ يعني إذا عندي أكثر من طفل أقدر أستخدم مثلا أدخل بيانات أول طفل وثاني طفل وثالث طفل مثلا؟ أكيد كل طفل، نفس ما قلت لك، إذا كان الطفل ما بين 9 شهور و6 شهور كل طفل تقدرين تستخدمين الاستبيان بحيث يناسب المرحلة العمرية. يعني إمكانية استخدام التطبيق هذا، يعني مو لأني مثلا شفت البنت عندي مثلا متأخرة في النطق بقول بصير أستخدم براعم لأنها متأخرة في النطق، لا، أجرب التطبيق على كل الأطفال. نعم كل الطفل، سواء اللي أنت كأم تحس أنه الولد، طبعا كل أم تحس أن الولد ما في مشكلة وأنه الولد طبيعي، ولكن من الجيد والجميل أن احنا نحاول نشوف، لأن حتى مرات ما بلازم يكون الحالة مرضية، قد تكون في حالة تحتاج إلى تدخل الأسري كتربية وتعامل فقط لا أكثر. طبعا في هناك حالات مرضية، ولكن مهم جدا الناس ما تعرفين الطفل هو في مرحلة يبدأ تطور من مرحلة صغيرة جدا اللي هو نفس يمكن الابتسامة، الجلوس، الحركة. فمرات الأهل لهم دور في أنهم يعطون الطفل الفرصة أنه يستكشف القدرات اللي عنده. فإحنا مرات ممكن مو لازم يكون الطفل عنده حالة مرضية، قد تكون يحتاج إلى المعلومة أو التنبيه لشيء معين، مثل لا سمح الله وللأسف الشديد الفترة اللي حالية كثرة استخدام الشاشات للأطفال الصغار من عمر صغير، بحكم أن كثير من الأهالي يشتغلون عن بعد وكذي، فهذه قد تؤثر على تطور اللغة والتواصل عند الطفل. فمجرد أن احنا ننبه الأهالي أن مثلا تحت 2 سنين المفروض ما يكون في أي استخدام لهاي الشاشات، يشوفون ونقول لهم راجعونا بعد شهرين نشوف هل في تطور أو لا، نشوف أن في يعني الحمد لله يكون في تطور في حالة الطفل، بدأ الأم تستانس تقول والله أنا توقعت أنه عادي كذي. وها فمهم جدا أنها تطبق هالشيء. ونفس ما قلتي أي طفل إذا كان محطوط في الفترة الزمنية اللي هي من 9 شهور إلى 6 سنوات، بحيث أنه نفس ما قلت لك كل مرحلة تطورية نحن حاطين استبيان معين، هي 9 استبيانات ممكن تدخل تحصل أنه
الحين ما شيء، تترية شوية على العمر الفلاني بينزل فيه الاستبيان. نعم طبعا. نعم. عفوا دكتورة، بس طبعا دكتورة أنا عن تجربة يعني شخصية مع الأهل، جربوا ينزلون أيام اللي تونا في صحة العرب ويتكلمون عن براعم، نصحتها تنزل التطبيق وأنا أوردي ما كنت مجربتنا بس سمعت عنه، اللي هي قالت لي ولدها والله تحس أنه ما يعني متأخر في النطق، وبالفعل التطبيق هذا فادها أن هي عرفت أن هذا العمر مفروض أنه يتكلم مثلا كلمات أكثر. هذا فإحنا نبغى نعرف المستمعين، إذا الأم يعني أنا ما سألتها بشكل دقيق هي كيف وصلت وكيف استوى هذا الشيء، بس أعرف أنها استخدمت تطبيق براعم، فنقدر نقول دكتورة إذا الأم مثلا في هذا الاستبيان، نتيجة الاستبيان هذا أن الولد يعاني مثلا مثل ما قلتي مو بشرط شيء مرضي يعني ممكن اجتماعي، فكيف ممكن هيئة الصحة في دبي تقدم للمساعدة؟ تمام، جميل السؤال. طبعا هيئة الصحة نحن دائما خاصة الرعاية الصحية الأولية نستهدف الكشف المبكر قبل العلاج، اللي هي هذا دورنا الرئيسي. فالبرنامج جدا سهل الوصول له، وجميع الأطفال اللي يقعون في هالمرحلة ما قلت لك من 9 إلى 6 سنوات قادرين أن يدخلون البرنامج، سواء كانوا من هيئة الصحة أو مراجعين خارج هيئة الصحة راح ينزلون البرنامج. متوفر نفس ما تعرفين تطبيق هيئة الصحة متوفر في أبل ستور أو في جوجل بلاي، يدخلون الـ DHA أو دبي هيلث أثوريتي أو هيئة الصحة دبي، يحمل التطبيق، بعدين بينشئ حساب سواء عن طريق رقم الهوية أو البطاقة الصحية. الحساب راح يكون في هيئة صحة يعني بحساب هيئة الصحة في دبي اللي هو برنامج شريان، يستخدمه ويدخل التطبيق. مجرد ما يكون التطبيق في تحت موجود مكتوب اللي هو براعم سكرينينج تول أو developmental screening، هذا هو بالإنجليزي طبعا التطبيق، ولكن الأسئلة راح تكون بالإنجليزي والعربي. فمجرد ما تضغط عليه تسجل الطفل من ناحية الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهوية، مجرد ما سجلت الطفل إذا كان الطفل دارج تحت الفئة العمرية اللي هو تستهدف هذا الاستبيان راح يطلع لها الاستبيان، وكل ما تعبي الاستبيان راح يتخزن عندها كPDF، وايضا راح تقدر في حال كانت حابه تراجع يعطيها الاستبيان، يعطيها فكره انه لو كان استبيان طبيعي او غير طبيعي. فاذا في حال انها حبت تراجع معنا في هيئه الصحه يمكن لها تاخذ موعد مع طبيب في الرعايه الصحيه الاوليه في صحه الطفل، او في حال تحب تراجع مع الطبيب الخاص في مستشفيات الخاصه بسهولة تقدر أن تراوي الطبيب أو تنقل لي إياه، لأنه هو مثل البي دي إف سهل أن هي تقدر تشارك الاستبيان مع أي طبيب آخر أو أي مختص هي حابة تتابع معه. فهو مش بس يعني أن هذا يعطي فرصة أن أي حد موجود سواء في دولة الإمارات ممكن يستخدم هذا التطبيق وممكن يشارك مع أي يعني مختص هو حاب يشارك معه. إنزين دكتور أمد، لو نعطي بس مثال على واحد أو اثنين من الاختلالات اللي ممكن يعني أو أكثر الاختلالات اللي يكشف عنها تطبيق براعم اللي تمر عليكم. تمام، نفس ما قلت هي التأخر النطق، هذه واحدة من الأشياء قد تكون سببها نفس ما قلنا اللي هو إن كل الأطفال من عمره 9 شهور عندهم القدرة أنهم يكتشفون نفسهم. في حال نحن منعنا أو وقفنا كحائل بين هالأشياء مثل أن شاشات التلفزيون، الآيباد، الأغاني، هاي مسج للطفل أنه لا تتكلم فقط استمع، فهاي يعطي يكبح القدرة الطفل على النطق المبكر أو التفاعل مثلا أنه هذه كلمة بس يطالع. صح. ليش؟ لأنه تعود أنه على الشاشات. وحدة أشياء الثانية بعد اللي هو الحركي، في أطفال مثلا ما يلس، تقول لها ربيعتها والله عادي أنا ولدي لين 8 شهور يلف. فهذه الأشياء لازم ما نأخذها من الأهل أو من الأصدقاء، لازم نتأكد إذا الأم تأكد أو حست أن الطفل عنده عدم تطور حركي، مو بقادر يوقف، مو بقادر يسند، مو بقادر يمسك الأشياء، هذه الأشياء قد تكون سببها اللي هو الحركي والتفاعلي والاجتماعي كلها قد تندرج تحت أمراض عصبية أو لا سمح الله التوحد. فالكشف المبكر لهالأشياء جدا يساعد في خطة العلاج، وأن الطفل يقدر يندمج في المستقبل مع الأطفال اللي نفسه، والأطفال ما شاء الله عليهم عندهم القدرة على التجاوز أسرع من الكبار، ولكن دور الأهل مهم جدا في الكشف المبكر. نعم
طبعا دكتورة أمة المالك، لو قلنا نحن بنختصر على المستمعين، ترى تطبيق براعم تطبيق جدا سهل الاستخدام، وهو يندرج ضمن تطبيق هيئة الصحة في دبي، يعني بس ينزلون DHA app ويدخلون على تطبيق براعم، ومجرد أسئلة بسيطة، وممكن إنهم إذا طفلهم يعاني من أي مشكلة تأخر نطق أو لا سمح الله التوحد أو أي مشاكل أيضا مرضية، ممكن إنهم يتعرفون عليها مجرد استبيان، يعني أتعبونا وأموركم تكون طيبة فليش لا. فنحن أيضا دكتورة أمة المالك نبي نعرف منك الحين باختصار، إذا هناك مستجدات في تطبيق براعم، هل في أشياء جديدة في تطبيق براعم، وهل هناك خطة تطويرية لمواكبة الظروف الصحية المتغيرة؟ الحمد لله نحن في تطور مستمر، نحاول قدر الإمكان نشوف إذا الخدمة الموجودة تصل إلى الجميع وبالوقت المناسب والفئة العمرية المحتاجة لهالشيء. حاليا نفس ما قلت لك، هذا هو الـ بعد الابديتس والتطورات اللي حدثناها في البرنامج، انه يقدر انه يشاركه نفس ما قلنا في الجهات المختصه خارج هيئه الصحه، والاطفال من خارج هيئه الصحه ممكن انهم يستخدمون البرنامج، مو بلازم يكون عنده رقم صحي او كطفل، ممكن يشاركه، ممكن بكل سهوله يخبر عنه العياده هيئة الرعاية الصحية الأولية بالنسبة لصحة الطفل مجانا لجميع الأطفال تحت 6 سنوات. أيضا كذلك بغيت بس أنوه على النقطة، أن الأطفال تحت اللي كانت الولادة عندهم المبكرة يعني قبل 37 أسبوع تقييمهم يختلف عن الطفل اللي مولد ولادة اللي هو الكامل، فهني نتوقع أنه بيكون في تغير أو تأخر في بعض المهارات، فلازم بعد هذا الشيء مأخوذ في الحسبان بالنسبة للتطبيق، يحسب للطفل هو كم يعني متى ولد وكيف وفي أي وقت مرحلة عمرية، ويعدل له يصحح المرحلة العمرية بحيث أن الاستبيان يكون يناسب المرحلة العمرية اللي هو فيها بعد التعديل. ففي حال ونحن طبعا دائما نستقبل الاقتراحات وأي ملاحظات من المتعاملين، وإذا شفناها أن هي صدق تناسب والتعدل ومش موجودة في البرنامج نطور على طول. فالحمد لله نفس ما قلت لك نحن updated في كل مرحلة، وهذا التطبيق متوفر للجميع وإلكترونيا ويناسب الوقت الحالي اللي هو الأتمتة وسهولة التوصل للخدمة. نعم طبعا دكتورة أمة المالك، شكرا لك على طبعا تعريفنا على تطبيق براعم وسهولة استخدام هذا التطبيق وكذلك تطويركم المستمر له. شكرا لك دكتورة أمة المالك أخصائية طب الأمومة والطفولة في هيئة الصحة في دبي، شاكرين لك تواجدك اليوم معنا. شكرا لك. العفو حبيبتي، شكرا جزيلا وأشكركم على الاستضافة، وإحنا دائما في خدمة المجتمع. شكرا لك، نهارك سعيد. طبعاً مثل ما قالت الدكتورة أمت عن تطبيق براعم، في بعض الأمهات تقولك أنا ما بأخذ أي استبيان، أخاف يطلع ولدي فيه شيء، يوم بيكبر هذا المنطق يوم بيكبر أكيد بيسوي أحسن، يعني منطق للأسف بعض من اليدات لا خلي 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 معلش من الكلام الدكاترة، يوم بيكبر بيسوي أحسن. دائماً إحنا نقول التشخيص المبكر معناه علاج أفضل، كل ما تأخرتي في تشخيص الطفل، ودائماً نقول إن عدم الاعتراف بالمشكلة ما يحلك إياها، يعقدلك إياها أكثر. لو الطفل اكتشفتي مثلا عنده مشكلة في النطق في عمر صغير، تعلم الكلام ترى يستوي أسهل. تخيل لو طفل في عمر 5 سنوات وانتي شاكة أنه هو عنده مشكلة في النطق، تخيلي كمية المفردات هو كان فيه يتعلمها في آخر 3 سنوات وهو ما تعلمها وما قالها وما تدرب عليها لأنه عنده مشكلة في النطق، بس انتي قررت انك انت ما تعترفين بالمشكله، وانه يمكن يكبر وروحه بيتعدل، روحه بيتكلم، لانه والله ربيعتي قالت ولادها كان نفس الشيء ولما كبر صار احسن، ولا ابوه كان شيء كبير، ابوه كان صغير، كل افراد العائله شيء، احنا ما نعرف شو كان وضع ابوه ووضع يده ووضع عمه، احنا ما نعرف. لكن الحين دام العلم تطور وصار في ادوات، ليش احنا ما نستخدم الادوات؟ ومثل ما قال دكتوره أمت، وانت ببيتك مرتاحه بس تملين الصبيان، فلا نعتمد على انه والله ابوه كان او بنت خالته قالت ولده كان شيء وما سوى شيء وتعدل، كل حاله تختلف في النهايه، احنا مو هذه الناس مو اطباء، فما تعرفين هل فعلا كان نفس الحاله او لا. قد تكون الام تقول نفس الشيء، هو مو نفس الشيء، كان عنده يعني وضع شوي مختلف، هذا مهم جدا احنا نكون واعين. فاحنا بس باقي 3 دقائق على نهايه الحلقه،
بعدنا مو سولفنا عن موضوع مناعة الأطفال. بس على السريع بنقول عن موضوع مناعة الأطفال. ترى هي مشكلتي دائما ان البرنامج ما يكفي السوالف اللي بقول للمستمعين منها من زمان يعني. عشان شي دكتورة انت لازم انا طالب بالمستمعين ان يحنون على الدكتورة ندى تي معانا الاحد والاثنين لانه ما يكفينا يوم واحد في الاسبوع. ما يكفي سوالف يوم واحد في الاسبوع ان شاء الله. فهذه رسالة بس للامهات ان على السريع الموضوع تعزيز مناعة الأطفال. دائما دائما مناعة الطفل موضوع جدا واسع وللأسف وايد في إفتاءات سواء في وسائل التواصل سواء من الأهل. الكل بيفتلت في صحته. لا 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 ولد شكله دائما مريض دائما تعبان دائما مصفر. خذي زيارة إلى طبيب الأسرة. خلي طبيب الأسرة يقيم حالته. إحنا كأطباء أسرة بالعادة ما نكثر تحليل الطفل. بالعادة إذا كثرنا تحليل دم عشان نشوف الهيموجلوبين والحديد. إذا لا تطلبين لا تتوقع عند دكتور يطلب له سكر وكوليسترول ووظائف كبد ووظائف كلية وكل هذه اللستة عشان نبين يعني عشان يطلع شو المشكلة في ولدك. الطبيب هو الأقدر. في أمهات ما تقتنع تقول لا أكيد ولدي فيه مشاكل بس الدكتور ما طمني. على حسب التعود. يمكن لأن في عيادات معينة تطلب من الأمهات. أنا كأم مثلا تعودت على عيادة معينة تطلب مني فحوصات هائلة دكتورة صح. لدرجة يدخلون البنت أشعة وفحص دم على كل روحة للمستشفى صحيح. لو أنا أم مش واعية ممكن أمشي أنخرط وراء هذه الطبيبة تقولي والله لازم يهتمون بعيالي والله أكثر مهتمين. أنا ما بسير لأن هني وايد مهتمين بالضبط. مع الوقت الأم تكتشف أن هذا مش اهتمام هذا يعني زيادة عن اللزوم بالضبط. وأشياء ما لها داعي يمكن صحيح. وفي شيء في فلا تلومين الأمهات ترى في دكاترة يعودوننا على هالأشياء للأسف فعلا في دكاترة فعلا يعودون الأمهات إن أنا لا أنا أبا أتأكد إن ما في شيء فبطلب له كل شيء. أول شيء قرار الطبيب إحنا تعلم في مدارس الطب 70% على التشخيص على الفحص والتاريخ المرضي 30% يعتمد على الفحوصات. هذا رقم واحد. رقم اثنين إحنا ليش إحنا مو ليش دائما نقول الأمهات لا تنطلب وايد فحوصات. في شيء اسمه في الطب اسمه over diagnosis. شو يعني؟ يعني هو يكون ولد زي ما في ولا شيء أطلب له 100 تحليل يطلع 2-3 مو بأوكي بس ما يضره بس الأم تدخل في الدوامة ها قال لي الحديد شوية عالي قال لي الكبد شوي تدخل في دوامة أنا من دكتور لين دكتور والدكتور دكتور يقول له ما يبالي شيء لكن ليش طلع الرقم شوي عالي. فإحنا هذا الأوفر دياغنوز اللي يستوي يدخل في دوامة ما تحتاجينها. استشيري أكثر من دكتور ليش الحق دائما نقول أمها أنت مو مطمئنة استشيري أكثر من طبيب. لكن ودائما فخصوصا عند الأطفال دائما أنصح الأمهات خلي عندك دكتور تثقين برأيه إن هذا الدكتور أنا متعودة عليه دائما يصير دائما عيالي يرتاحون معاه دائما علاجه يكون زي كوني مرتاحة مع دكتور معين. اللفلفة خصوصا في صحة الأطفال ما تفيد الطفل بالعكس الضرة. كل واحد بيفتيلك كل واحد بيسويك ورد نقول قد ما يكون في صح وغلط واضح. دائما في هناك المنطقة الرمادية في الطب إنه يقولك يبكي ولدك عندي بقولش والله ما يباله ولا شيء ولا دواء روح البيت أحسني أكله حطي له سلطة حطي له فواكه. دكتور ثاني يقولش لا والله خذي فيتامينات. فدائما دائما اعتمدي طبيب واحد أنت مرتحت له وتابعي معاه دائما لا تتنقلي بين وايد أطباء. استشيري أكثر من دكتور في البداية ارتحتي الرأي واحد كملي معه. والدكتور لما يشوف صحة ولدك ترى صحة الأطفال غير ترى البالغين يعني الطفل ما يتطور يعني صحته ما تكون مثل صحة الكبار. فلما يكون عندك طبيب أنت تتابعين معه لولدك يشوف تطور الطفل نموه حتى من يدخل من الباب يقدر يميز لا لا يبالة تحليل فلان ليش أحسه كأنه شوي أصفر كأنه طوله ما قاعد يطول كأنه وزنه ناقص وهكذا. نقدر نقول دكتورة يعني طبيبك اللي تعودتي عليه ممكن أيضا عنده تاريخ المرضي للطفل ممكن يساعدك أكثر من اللفلفة. وطبعا لضيق الوقت والوقت معك دكتورة ندى الصراحة يطول والحديث معك يطول ولكن احنا نشكر المستمعين على طبعا استماعهم لحلقة اليوم ونقول لهم وطبعا نشكر فريق الإعداد بهيئة الصحة في دبي ومخرجنا اللي اليوم شوي مستعيل علينا سعيد المر وفي التنسيق والمتابعة الأخ أحمد سلامة وكانت معكم في التقديم الدكتورة ندى الملا ومحدثتكم آمنة العلي ودمتم في صحة وسعادة. صحة وسعادة.